مشاهدينا، ويضم معنا عبر الهاتف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافيه الدكتور عارف الساعدي. بدايه دكتور، مرحبا بك في حصاد هذه الليله. فوز العراق بعضويه المجلس التنفيذي لمنظمه اليونسكو، ما اهميه هذا الامر على صعيد دعم الملفات التربويه والثقافيه؟ يعني هل يمكن للمشاهد الكريم ان يعرف مدى اهميه هذا الفوز؟ شكرا جزيلا، حياك الله. طبعا ياتي هذا الفوز بعد جهود من قبل الوزارات المختصه الثقافه والتربيه والتعليم العالي بهذا الشان، والبرنامج الحكومي الذي يعني كانت احدى فقراته ودعم قطاع الثقافه والسياحه والاثار. هذا الاصرار على الانفتاح العراقي عربيا وعالميا اتت ثماره في انتخاب العراق واحد من اربع دول عربيه من ضمن 54 دوله من العالم في المجلس التنفيذي لليونسكو بعد انقطاع دام لاكثر من 30 عاما. طبعا الفوز هو اولا معنوي بحضور الثقافه العراقيه عالميا، ومادي ايضا بجلب المشاريع التي تشرف عليها اليونسكو، سواء على مستوى التعليم، سواء على مستوى التربيه، سواء على مستوى الثقافه. ومشاريع الثقافية هي مشاريع كبرى في البلد، من ضمنها الآثار، من ضمنها السياحة، من ضمنها الفعاليات الثقافية التي ممكن أن يكون لليونسكو يد بيضاء في هذه القضايا. ونحن نعرف جيدا ما صنعته في الموصل بعد تحريرها، وما صنعته في البصرة مع البيوت التراثية، كل ذلك جاء والعراق بعيد عن المجلس التنفيذي لهذه المنظمة المهمة. نعم. فكيف بالعراق عضو رئيسي وأساسي في هذه المنظمة، وسينتخب قريبا مديرا عاما يكون للعراق صوته الخاص في هذه المنظمة؟ طيب دكتور، يعني هل يأتي هذا الفوز ضمن الجهود لتعزيز مكانة العراق وإعادة الدور الفاعل في محافله الدولية برأيك؟ قطعا عزيزي، العراق يعني هذا من الدول التي ربما تمرض ولكنها لا تموت، في أي لحظة من اللحظات يستعيد عافيته، وكل المدن وكل الدول ذات البعد الحضاري العريق لها حضور عالمي. بمجرد استعادة العافية شيئا فشيئا يستعيد العراق دوره الثقافي والرمزي في الثقافة الإنسانية بشكل عام. ونحن نعرف كي يعني ما هو الأثر الكبير للثقافة العراقية عربية، لهذا هذه الحركة الكبيرة والدؤوبة من قبل هذه الوزارات ورجالاتها، ودعم رئيسي وساند من قبل السيد رئيس الوزراء، استطاع العراق أن يحصل على هذه المكانة. أعتقد هي تليق بالعراق، ومن الممكن الاشتغال عليها مستقبلا لجلب المشاريع الثقافية إلى بغداد والمحافظة. طيب دكتور، عضوية العراق الآن في المجلس هل ستمكنه من القيام بمتابعة أعمال ومشروعات المنظمة، ومنها دعم مشاريع محو الأمية بعد أن كان في السابق من أوائل الدول في القضاء على محو الأمية؟ أكيد عزيزي، يعني قلت لحضرتك أنه حصلت مشاريع لهذه المنظمة العالمية، والعراق بعيد عن مركز القرار. يعني الآثار التي استعادت عافيتها شيئا فشيئا في الموصل بعد التحرير، البيوت التراثية في البصرة، المؤسسات التي استطاعت أن تمد يدها اليونسكو لترميمها وتأهيلها، والعراق بعيد عن صناعة القرار في تلك المنظمة المهمة. فكيف بالعراق وهو الآن عضو أساسي ورئيس في المجلس التنفيذي لها؟ أنا على يقين أن ضغط العراق، حضور ملفات محو الأمية، حضور ملفات التربية المهمة، استعادة عافية المدارس بشكل عام، سيستطيع العراق جلب الكثير من تلك الاستثمارات، ربما تلك الإعانات المهمة، وهي ليست إعانات لأن العراق بالنتيجة لديه اشتراك سنوي في هذه المنظمة، دفعه السيد وزير الثقافة قبل أيام، دفع اشتراك العراق ولم ينقطعوا سوى أنه بأيام الحروب انقطعنا فترة من الفترات، ولكننا كحكومة بقينا متواصلين وندفع اشتراكات. بالنتيجة سننتظر تلك المشاريع لكي تأخذ حيزها الطبيعي في بغداد والمحافظات. الآن دكتور، يعني المسؤوليات ستكون كبيرة بعد هذا الفوز، يعني ما هي البرامج والخطط
التي يسعى إليها العراق خلال الاجتماعات المستقبلية للمنظمة الآن؟ يعني تعرف الملف هو مشترك ما بين عدد من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة. فيما يخص يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث عن وزارة التربية والتعليم العالي مثلا، بالتأكيد في التربية لديهم يعني أيضا كان ممثل لديهم في الوزارة على هذه القضية، ولديهم ملفات محو الأمية، لديهم بناء المدارس، لديهم الكثير من المشاريع التي ممكن أن تدخل اليونسكو فيها بشكل مباشر. أما على مستوى الثقافة أنا على يقين أن مشاريع التنقيب الآثارية، مشاريع ترميم البيوت التراثية، مشاريع بناء المدن التاريخية في بغداد هو يقع في صميم عمل اليونسكو. أعتقد بصعود هذه المشاريع وهذه الملفات سننتظر في الأشهر القريبة بوادر تبشر بخير إذا ما عملنا على هذه الملفات وعمل أصحاب القرار عليها في إرسالها إلى منظمة اليونسكو للشروع بتنفيذها. نعم، حدثنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور عارف السعدي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.